الاحتجاجات مستمرة، وهناك جزء مهم جدا وكبير في المجتمع الإسرائيلي يعارض هذه التعديلات المقترحة، ولكن مع ذلك نرى بأن رئيس الوزراء وزملائه في الائتلاف الحكومي مصممون على الاستمرار في تعديلات القضية والقانونية، ولذلك لا أرى أي نهاية قريبة للأزمة وأي نهاية قريبة للاحتجاجات. الاحتجاجات هي ربما ستستمر. طب سيد إيال، يعني رغم الغضب الشعبي، لماذا تتعنت حكومة نتنياهو وتتمسك بقرارها برأيك؟ أول شيء نحن نعرف بأنه في شيء شخصي، يعني نتنياهو اليوم يواجه قضية قانونية، يعني هو أمام المحكمة بسبب اتهامات بالفساد وإلى آخره، وهو يريد أن يسيطر على الأجهزة القضائية لكي يلغي المحكمات، يعني هذا الشيء هذا هو السبب الرئيسي اللي تعني. سبب آخر، يعني هناك أجزاء كبيرة ومهمة في حكومته يريد التخلص من الأجهزة القضائية، مثلا هناك وزير المالية سموتريتش. نعم سيد إيال، هل تسمعني؟ سيد إيال، هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد إيال، سنكتفي معه بهذا القدر من المعلومات. كان معنا من تل أبيب البروفيسور إيال زيسر، خبير العلاقات الإسرائيلية السورية. أشكرك على طيب هذه المداخلة.